The forces of darkness will try by all means to fulfill their purpose, which is to kill and destroy the children of God. Jesus died on the cross so that we may live. He is alive today and will help us achieve everything in life. Watch as Jesus fights the battle for the life of this man and sets him free. His heart is full of joy and his destiny has been rerouted in Jesus' name. فاش من فاش ديانا هيبقى زيك نو مش هيبقى زيك كفايه هو بيدعيني يعني هي اسمها ديانا هو بيقول انا ما ينفعش ديانا دي تبقى زيك من فاش ديانا دايما بيدعيني واحده دلوقتي عايزه تعلميها لغه كتيره ما فاش عايزه اتعلمها لغات كتير نو السنه يعني عايزني انت خايف من الالسنه خايف من اللغات السماويه اللغات السماويه بتعمل فيك ايه اللغات السماويه بتعمل فيك ايه خايف اني اعلمها السنه كتير كفايه هذا ديانتك تخدم ربنا نو يا بزيك نو مفاش هو اريو هيك بزي نو انت مين مش هقول لك انت خايف مش هقول لك خايف تبقى زي اللي زي بيعمل فيك ايه بدأيني ازاي بدأيني يعني بدأيني بدايقك ايوه ها بدايقك. اللي فيا بدايقك سبي 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 اللي اكرك شكرا يا يسوع شكرا يا رب كوني حرة يسوع حرارك كان فيك أرواح شريرة الأرواح الشريرة دي دمرت حياتك دمرت مستقبلك لكن الرب خلق لك مستقبل جديد مستقبل مشرق الأرواح الشريرة أثرت على جوازك انت متجوزة يانا يانا الماضي انتهى يسوع المسيح غسلك من ماضيك المؤلم وطهرك من الأرواح الشريرة تقبليه رب ومخلص قولي له يا رب بعترف ان انسانة خاطئة يا رب اختلف اني انسان سامحني صالحني اقبل توبتي واغفر خطاياي واغسلني بدمك واسكن جوايا بروحك باسم يسوع المسيح تقبلي روح القدس تقبلي معمودية روح القدس تاخدي اللغات السماوية الشياطين مرعوبة من اللغات السماوية كنت بتشتهيها امين ممكن تعرفينا عن اسمك وازاي تعرفتي على خدمة رجل الله سعيد عبدو؟ أنا اسمي ديانا عرفت على خدمة سيد عبدو من خلال بتاع أختي روس زميل معي قاعد يصلي معنا في الكنيسة وأنا عرفت الخدمة دي من خلال بتاعه أخت ديانا ممكن تحكي لنا المشكلة اللي كنت بتعاني منها قبل ما تيجي لخدمة رجل الله سعيد عبدو؟ أنا كان قاعد أعاني من 4 سنين بالمشكلة في البرد في اللسان بيجيني جرح في لساني كل شهر قاعد يجيني جرح في اللسان بتاعي كل شهر ومن سنتين كان جاني الحساسية في الصدر أنا كان نشرب أدوية قبل
لازم انا اشرب دواء قبل ما انا انوم. انا لو ما شربت دواء انا ما حقدر انوم تاني. الاخت ديانا بتقول انه هي كانت بتعاني من تقرحات في الفم من 4 سنين وهي بتعاني من تقرحات في الفم شهريا. الاخت ديانا كل ما يجيها عاده شهري لازم بيجي تقرحات على فمها على بقها كامل. وهي كانت بتعاني من الحساسيه في الصدر لمده 2 شهر. هي لازم بتاخد علاج كل يوم الصبح وكل يوم قبل ما تنام. هي مش بتنام من خير علاج لمده 2 سنين. اخت ديانا ايه اللي حاصل معاكي اول ما رجل الله سعيدة بتو وضع ايده عليكي؟ ممكن تقولين الاحساس اللي حصل معاكي وقت الخدمة؟ انا كنت طبعا قاعد ورا خالص. سيد عبدو كان قاعد يصلي قدام هنا قاعد حرر. كان في بيت من خلال بيت البيت ده أسرة ثلاثة كان مربوطين بالقوة بتاع القيود بتاع إبليس. فالوقت الثلاثة الأسر كان فك من القيود فأنا حسيت بس في جاني طلع حاجة مني ثقيل جدا وصرخت وبقيت ما أعرف نفسي ووقعت في الأرض. هذا ديانة تخدم ربنا نو يقبل زيك نو منفعش. هو أريو هيقبل زي نو مش هقول لك. انت خايف مش هقول لك. خايف تبقى زي اللي زيي بيعمل فيك ايه؟ بدعيني. امين امين. يعني وقت هو كان بيحرر في الاسرة ده والرب كان ايه بيحررك في نفس الوقت. يا امين. وايه اللي حصل معاكي في خلال الفترة انت اتحررت امتى؟ كان شهر كام؟ انا حررت في شهر 6 اخر نحضة في شهر 6. امين. طيب ممكن تقول لنا ايه التغيرات الحاصل معاكي في خلال 3 أشهر دول؟ في الكلاب انا من يوم ما رجعت من نهدة انا رجعت السرير وشكرت ربنا ونمت على طول ولا اخذت دواء. قعدت الشهر حتى مرض بتاعي كان جاء ولا جاني اي جرى في الغصان بتاعي. امين امين هللويا. ديانا بتقول هي من شهر 6 لغايه الان ما فيش اي تقرحات تاني بيجيها لبقها كله ما يجيها العاده الشهري وخلاص وقفت ان تناول الادويه بتاعت الحساسيه لمده 3 أشهر. بتنام وبتمارس حياتها بصوره طبيعيه من خير ما تاخد ادويه. يعني هي شفيت تماما من روح الحساسيه. امين. ديانا ممكن تقولي لنا اللي حاصل مع بنتك؟ هي كانت موجوده لوريا عندها برضو حساسيه في العيون بتاع في الحساسيه. انا قاعده نطابي مع الدكتور فالدكتور بتاع قام قال له عنده مشكله في عنده نظر شويه كده ضعيف. فجلوريا كان في مدرسه ساعات بيقول الاستاذ بتاعه قال ما قاعد يشوف كويس. جلوريا رجل الله سيد عبدو صلى معاه. يا سيد عبدو جاء خط يدين في الراس بتاعه ومن زمن ذاك وكويس. انا امنت ان جلوري بقيت كويس. انا حساسيه البره بقى بس في الجسد لكن في الروح بتاعه بقى ما في. امين امين. الرب هيكمل شفاء بيتم تدريجيا. امين امين. تحبي تشجعي ايه لكل الناس اللي بيعانوا من نفس المشكله بتاعك؟ فانا قلنا حب نشجع من كل زول اللي جا في يوم بتاع الليله ولا كل زول ما جا الدواء اللي قاعد يوصل لكم انه الله هو موجود. الله موجود من الاف السنه هو موجود لحد الان ورسل ابن بتاعه في وسط بتاعنا حتى يحررنا من القيود يحررنا من الاجاب يقومنا من اموات علينا فيه. انت تعال وربنا حي تعال لخدمة نور المسيح للأمم. بديكم دعوة تعالوا لخدمة نور المسيح للأمم وربنا حيتعامل معكم. امين. قول شكرا يا يسوع. شكرا يا يسوع. هللويا.